لقي الإمام ابن وهب رحمه الله ثائرا من الخوارج، فنصحه نصيحة طويلة بينة بين فيها ما هم عليه، ثم قال رحمه الله: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. قال: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبل، وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، أي من فتنهم، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض في الكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. هذا هو الحال والواقع، فحذاري من الفتن وأهل الفتن أيها الناس، والانسياخ وراء شبههم، فليس بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن.